استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر قضيبية صباح اليوم. خلال اللقاء أكد سموهما أن التنمية في مملكة البحرين أصبحت عنوانا بارزا للعهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وباتت تشهد تطورات متسارعة بفضل سياسات وبرامج الحكومة التي تتبنى التطوير منهجا انعكس على الارتقاء بكافة القطاعات التي ترفد الاقتصاد والتنمية ومنها قطاع الصناعات النفطية، مشيرين سموهما إلى استمرار الحكومة في تبني المبادرات التي تدعم المنظومة الاقتصادية وتعزز مختلف قطاعاتها. أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإسهامات الكوادر الوطنية وما حققته من إنجازات رائدة وضعت البحرين في مصاف الدول المتقدمة على صعيد مواكبة التطور العالمي في مختلف المجالات.